خلونا نروح دلوقتي مع حضراتكم لأخبار المحافظات، لأن امبارح كان في قرعة إعلانية على 120 وحدة سكنية للأهالي اللي انتقلوا من رفح والشيخ زويد إلى العريش. ومن العريش خلونا نروح لمحافظة بني سويف اللي تم فيها حصر المتضررين من الحريق اللي حصل في معرض بني سويف، علشان يقدروا اللي هم يصرفوا ليهم كل التعويضات الناتجة عن هذا الحريق. ربنا يسلمهم كلهم. خلينا كمان ننتقل لكفر الشيخ اللي تم فيها الإعلان عن توريد أكثر من 129 ألف طن قمح في الشوان والصوامع، وكمان المنيا تم تنفيذ فيها 8 قوافل طبية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. خلينا نتابع تفاصيل وأحداث أكثر في التقرير اللي جاي. محافظات مصر حصل فيها أحداث كتيرة امبارح. في شمال سيناء تم إجراء قرعة علنية على 120 وحدة سكنية في العريش تم تخصيصها للمنقولين من رفح والشيخ زويد، وبتتواجد هذه الوحدات في حي السبيل بمدينة العريش. في سوهاج دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيارة خدمة عملاء متنقلة لتلقي طلبات التعاقد على الوصلات المنزلية لمشروع صرف صحي قرية إدفى بمركز سوهاج، وده للبدء في دخول الخدمة للمواطنين، وتكلفة المشروع وصلت 156 مليون جنيه وهتخدم 88 ألف نسمة. في الدقهلية شهدت المحافظة استلام 500 ألف زريعة سمكية من أسماك البلطي دعماً من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وقررت المحافظة تشكيل لجنة للإشراف على أعمال إلقاء الزريعة بفروع النيل بنطاق مدن الدقهلية لدعم وتنمية الثروة السمكية. في بني سويف أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي إنه جاري حصر كافة المتضررين من حريق معرض بني سويف، والتنسيق مع المجتمع المدني ودراسة كافة الإجراءات المتاحة لصرف تعويضات للمتضررين. في الأقصر شهدت سماء البر الغربي عودة تحليق رحلات البالون الطائر بعد توقفها على مدار 4 أيام فاتوا لظروف الطقس وشدة الرياح، وامبارح أقلعت 50 رحلة على متنها أكثر من 1400 سائح من حول العالم. في أسوان انطلقت فعاليات الحملة التوعوية الأولى لطرق الأبواب بعنوان بلدي أمانة، واللي بينظمها فرع المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهات المعنية داخل قرى حياة كريمة بمركز إدفو ونصر النوبة وكومامبو، وده ضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. في كفر الشيخ أكدت المحافظة إنه في 22 موقع ما بين صوامع وشون استلمت 129,197 طن من القمح، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، مع انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة. في المنيا أعلنت مديرية الصحة أنه تم تنفيذ 8 قوافل طبية وعلاجية بخمس قرى على مستوى مراكز المحافظة تنفيذاً للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجاً. مشاهدين، احنا لسه موجودين معاكم، معنا لسه فقرات كتير، لكن خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل معاكم باقي فقراتنا.